إذن باسمك اللهم نبدأ، على بركتي نتوكل، منه دائما وأبدا طلب السداد والتوفيق والنجاح. أيها المتابعون، أيها المستمعون الكرام الأفاضل، تتواصل التحديات وتتواصل الانطلاقات من هنا من عاصمة الميادين، ميدان الوثبة في أبو ظبي، والأجواء الضبابية الجميلة ما زالت متواصلة معنا كتواصل انطلاقات أشواط هذا اليوم التي خصصت لسن الثنايا هنا وفي هذه الانطلاقة، وانطلاقة ثامن أشواط هذا الصباح الذي يحمل في طياته الثنايا القعدان المهجنات الأصايل. إذن لحظات ونتابع الأسماء المتواجدة، الأسماء الباحثة عن الناموس وعن الانتصار في هذا اليوم. ومن هنا من ميدان الوثبة من عاصمة الميادين، النقطة المميزة والنقطة الكبيرة التي تسجل في الحسابات، نعم في حسابات الثنايا وأهالي الثنايا القعدان، المهجنات الأصايل الثمانية كيلومترات هي الاختبار الحقيقي لهذه الأسماء ولهذه الشعارات المنطلقة مع مقدمة هذا الشوط. المركز الأول وصدارة الأسماء المندفعة والمتقدمة هناك، هذا الشوط الذي يحمل في طياته 30 اسما مشاركا ومقدمة الشوط لحظات، ونتابع الاسم المتواجد على المقدمة وصدارة هذا الشوط، وتابع المقدمة والاندفاع في هذه اللحظات مع شاهين إبراهيم بن عبد الله بن يوسف القمزي على الصدارة، والمركز الثاني يتابع هملول على ثاني المراكز، علي بن مبخوت بن محمد بن مسعود بن جابر يقدم لنا هملول على المركز الثاني وثالث التحديات، وتابع الانطلاق في هذه اللحظات على ثالث المراكز وثالث التحديات من الجانب الآخر، وتابع انطلاقة في هذه الأثناء، انطلاقة رجيف وعبد العزيز بن محمد بن هادي الجربوعي المري على المركز الثالث والمركز الرابع، وتابع مثير في هذه اللحظات عبيد بن أحمد بالحوت العامري يقدم لنا مثير على رابع المراكز، المركز الخامس وتابع محذر وصالح بن حمد بن سالم الغفراني المري في هذه اللحظات على المركز الخامس مقدما لنا محذر، والمركز السادس وتابع سراح على المركز السادس، شاهين بن خلفان بن راشد المزروعي سابع التحديات، وتابع الانطلاق وتابع الوصول من برزان، إذن وصل برزان في هذه اللحظات، وشعار راشد بن مطلق بن سلمان المرزوقي البقمي في هذه اللحظات على المركز السادس والمركز السابع، وتابع انطلاقة الطاغي سهيل بن مبارك بن رميله العامري ينطلق مع الطاغي على سابع المراكز والمركز الثامن، وتابع غازي على ثامن التحديات، أحمد بن محمد بن دغاش العامري وصل بن دغاش في هذه اللحظات مع غازي والمركز التاسع، وتابع في هذه الأثناء شعار الترس وصل في هذه اللحظات سالم بن سهيل بن دليلة بن سالم العامري، وختام النداءات وصل في هذه اللحظات، وصل الزعيم العيناوي ليقدم لنا بدران محفوظ بن خميس الجنيبي، وصل مع بدران على المركز العاشر، هذا هو النداء الأول أيها المتابعون أيها المستمعون الكرام، ليتحول من جديد إلى مقدمة الشوط ليتابع الأمور، ليتابع الأمور على الصدارة وعلى المقدمة، مقدمة الشوط انطلاقة شاهين، شعار القمزي على المقدمة، إبراهيم بن عبد الله بن يوسف القمزي على صدارة الأسماء،
مندفعا منطلقا مقدما لنا شاهين على صدارة هذا الشوط. والمركز الثاني هملول على المركز الثاني، علي بن مبخوت بن محمد بن مسعود بن جابر على المركز الثاني مقدما لنا هملول على مستوى ثاني المراكز. والمركز الثالث في هذه اللحظات أتابع الوصول في هذه الأثناء وأتابع الانطلاق على ثالث المراكز. يا سلام يا سلام، شعار الجربوعي من الجانب الآخر منطلقا في هذه اللحظات في هذه الأثناء مع رجيف عبد العزيز بن محمد بن هادي الجربوعي المري. ورابعا أتابع رجيف على المركز الرابع، أو هنالك انطلاقة مثير عبيد بن أحمد بن حوتة العامري على المركز الرابع. ووصل شعار في هذه اللحظات، شعار سراح شاهين من خلفان بن راشد المزروعي على المركز الخامس في هذه الأثناء. والمركز السادس أتابع برزان ينطلق في هذه اللحظات، وشعار راشد بن طلق البقمي يقدم لنا برزان في هذه الأثناء منطلقا على المركز السادس. المركز السابع 4 كيلومترات، يا أهل الثنايا يا أهل المهجنات الأصايل. أتابع المركز السابع في هذه اللحظات مع غازي أحمد بن محمد بن دغاش العامري، وصل مع غازي في هذه اللحظات على المركز السابع. والمركز الثامن وصل محذر وصل في هذه الأثناء صالح بن حمد بن سالم الغفراني المري، أيضا أتابع الثامن وصل بدران على المركز الثامن. محفوظ بن خميس الجنيبي وصل ابو ناصر ليقدم لنا بدران ايضا في هذه الاثناء. وتابع انطلاقة الطاغي سهيل بن مبارك بن رميلة العامري في هذه الاثناء. وعاشرا استكمالا للنداء الثاني على مسامعكم الكريمة، وتابع انطلاقة الترس في هذه اللحظات سالم بن سهيل بن دليلة العامري على المركز العاشر. يا سلام، هذا هو النداء الثاني لأتحول من جديد أتابع الأمور هل من تغييرات طرت وجرت على المقدمة، ولكن الصدارة ولكن المقدمة. هملول تسلل إلى مقدمة الشوط، هملول تسلل إلى صدارة الشوط بشعار علي بن مبخوت بن جابر على أول المراكز وعلى مقدمة هذه الأسماء. 3 كيلومترات تجاوزنا هذه اللافتة في هذه اللحظات. والمركز الثاني وصل القمزي على المركز الثاني مع شاهين ليقدم لنا شاهين ابراهيم بن عبد الله بن يوسف القمزي على المركز الثاني. والمركز الثالث في هذه اللحظات أتابع المركز الثالث في هذه الأثناء، الأسماء التي بدأت بالانطلاق بدأت بالوصول في هذه اللحظات على المركز الثالث. أتابع في هذه الأثناء من الجانب الآخر رجيف وانطلاقة رجيف، وهنا مثير تسلل مثير عبيد بن أحمد بن حوتة العامري وبرزان رابعا. برزان ينطلق على المركز الرابع في هذه الأثناء، ينطلق بشعار راشد منطلق بن سلمان المرزوقي البقمي على المركز الرابع. والمركز الخامس أتابع انطلاقة غازي أحمد بن محمد بن دغاش العامري على المركز الخامس. والسادس وصل الطاغي سهيل بن مبارك بن رميله العامري. وسابعا وصل الشعار المزروعي ليقدم لنا سراح شاهين بن خلفان بن راشد المزروعي. وثامن نتابع انطلاقة في هذه اللحظات رجيف عبد العزيز بن محمد بن هادي الجربوعي المري. تحركت الأسماء، وصلت الشعارات، ووصل الذيب هنا بشعار الربيعي ذيب بن علي بن سالم المنصوري، أيضا وصل محذر صالح بن حمد بن سالم
الغفراني المري. يا سلام يا سلام يا سلام. ولكن يا يوسف روح مع المقدمة يا يوسف. صدارة الشوط صدارة الشوط. تجاوزنا لوحة 2 كيلو قبل لحظات والأسماء ما زالت مندفعة. هملول على المقدمة، هملول على الصدارة، هملول على المركز الأول، يبحث عن الناموس، عينه على الناموس ولا شيء غير الناموس. يا بن جابر علي بن مبخوت بن محمد بن جابر يقدم لنا هملول على مقدمة هذا الشوط، على صدارة الشوط. يا سلام يا سلام يا سلام. المركز الثاني، المركز الثاني شاهين بشعار القمزي إبراهيم بن عبد الله بن يوسف. القمزي على المركز الثاني. تحرك برزان وانطلق هنا بن دغاش العامري لينطلق في هذه الأثناء ويواصل التواصل مع غازي أحمد بن محمد بن دغاش العامري. ولكن برزان انطلق على المركز الثالث بشعار البقمي، بشعار راشد بن مطلق بن سلمان البقمي. وخامسا هنالك محذر وهنالك مثير عبيد بن أحمد بن حوتة العامري. ولكن هملول، هملول على المقدمة، هملول على الصدارة، هملول 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 بشعار بن جابر مع لوحة الكيلو الأخير، الكيلو الخطير والكيلو الكبير. وهملول والعصا في الأبطان، العصا قوس، هي والله قوس مع هملول على المقدمة، هملول على المركز الأول. علي بن مبخوت بن جابر يقدم المستوى الكبير مع هملول، مع هملول. ولكن برزان وصل، برزان في هذه اللحظات. راشد بن طلق البقمي يقدم برزان على المركز الثاني. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. روح يا ابو حسين مع برزان على المركز الثاني. بن دغاش وصل على المركز الثالث في هذه الأثناء. أحمد بن محمد بن دغاش العامري مع غازي. ولكن هملول، هملول 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 والعصا في الأبطان. يا كبرياك يا بن جابر على المقدمة. انطلق هملول، انطلق هملول، انطلق هملول. وبرزان على المركز الثاني ما زال يحاول بشعار البقمي، بشعار البقمي. ولكن هملول بن جابر مع الميتين متر الأخيرة الخطيرة الكبيرة. اي والله كبيرة يا بن جابر مع هملول، مع هملول، مع هملول على المقدمة، على الصدارة. علي بن مبخوت بن محمد بن مسعود بن جابر تهانينا والناموس على هذا الفوز. المركز الثاني وصل برزان بشعار راشد بن مطلق البقمي. وثالثا وصل هنالك غازي أحمد بن محمد بن دغاش العامري. ورابعا وصل مثير بشعار عبيد بن أحمد بن حوتة العامري. وخامسا وصل الحنيش أحمد بن عبيد بن أحمد المرر على المركز الخامس. يا سلام. هملول هملول هملول. من انتزع ناموس هذا الشوط، والشوط الثامن في فترة الصباحية بشعار علي بن مبخوت بن محمد بن جابر على أول المراكز وعلى الصدارة لحظات التوقيت الزمني. ثلاثة عشر دقيقة ستة ثواني تسعة أجزاء من الثانية كانت لحظات وصول هملول علي بن مبخوت بن محمد بن جابر على المقدمة وعلى صدارة هذه الأسماء. المركز الثاني وصل برزان بشعار راشد بن مطلق بن سلمان المرزوقي البقمي. والتوقيت الزمني ثلاثة عشر دقيقة تسعة ثواني بالوفاء والتمام كانت لحظات وصول برزان. والمركز الثالث وصل، وصل غازي على المركز الثالث أحمد بن محمد بن دغاش العامري. 13 دقيقة عشرة ثواني وسبعة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.